أدوات تذيع مباراة النادي الأهلي. أون تايم سبورت كان عليها المعلق الكبير خليل البلوشي، ام بي سي مصر كان عليها المعلق المصري الكبير مدحت شلبي، أون تايم سبورتس 2 كان عليها أو زياد الدكروري. عايز اتكلم معاكم بس النهارده ببداية المباراة وتشكيلة مارسيل كولر اللي مستمر على التثبيت. مارسيل كولر بدأ في حراسة المرمى، محمد الشناوي لاعب بأربعة في قلبي الدفاع، محمد هاني باك يمين، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم قلبي دفاع، عطية الله باك شمال اللي صاحب أسيست هدف علي هدف رامي ربيعة عفوا النهارده. كمان لعب باتنين ارتكاز أكرم توفيق ومروان عطية، لعب بثلاثي مقدمة تاو جناح يمين، ولعب بإمام عاشور صانع العاب وحسين الشحات جناح شمال ووسام ابو علي. هتكلم على كل حاجه في المباراه، ولكن هبدا بحسين الشحات. انا شايف حقيقي الحقيقه يعني حسين الشحات محتاج جناح قوي ينافس حسين الشحات، لان في وجود حسين الشحات لعب فردي بطريقه غريبه وعجيبه. يعني حسين الشحات لما يبقى 3 4 على 3 ويلعب الكرة بغرابة ويسدد بغرابة ولعب فردي بطريقة غبية، يبقى انت حسين الشحات بيلعب ويجيب لك الضغط بره. لكن ده طبعا ما يقللش من قيمة حسين الشحات، ان هو لاعب كبير كبير جدا، ولكن عنده اللعب الفردي. حسين الشحات عنده اللعب الفردي اكتر من الاداء الهجومي، ودي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها حسين الشحات، فلازم يكون إيجابي وجماعي أكتر. كمان إمام عاشور الحقيقة من آخر 3 مباريات في الدوري وجاي إمام عاشور مش هو إمام عاشور الحقيقة. إمام عاشور مستواه متراجع جدا جدا جدا، وفي وجود محمد نجدي قفشة لو أخذ الفرصة على إمام عاشور أنا أعتقد ان امام عاشور هيعاني داخل صفوف النادي الاهلي. ولكن اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان حسين الشحات وامام عاشور لعب فردي بطريقه غريبه، ما عادش في اداء هجومي او اداء جماعي منهم، ولازم السويسري مارسيل كولر يبقى فاهم كده ويبقى عارف كده، ولازم مارسيل كولر يتحرك ولازم يعمل حاجه. مارسيل كولر لازم يعمل حاجه، لان طبعا بالاداء ده وبالطريقة دي وباللعب الفردي ده هنعاني أمام نادي الزمالك الجمعة القادمة. فلازم يكون مارسيل كولر ليه تدخل، خصوصا من حسين الشحات وإمام عاشور، لأن هما يعني اللي في إيديهم يعلوا رتم المباراة ويهدوا رتم المباراة. إمام عاشور لو جماعي أكتر هيبقى مفيد أكتر للنادي الأهلي، حسين الشحات أيضا لو جماعي أكتر هيبقى مفيد للنادي الأهلي. نيجي نتكلم على بيرسي تاو. الحقيقة خط هجوم النادي الأهلي كله النهاردة غايب، الحقيقة يعني خط هجوم النادي الأهلي كله النهاردة بيعاني. ده طبعا بسبب التحفظ الكبير اللي كان بيلعب بيه غور ماهية، تحفظ كبير جدا غور ماهية بيلعب بيه، لأن أي فريق طبعا، ودي حاجة معروفة ومفروغ منها، أي فريق هيفتح خطوطه أمام النادي الأهلي هيعاني. أي فريق هيفتح خطوطه أمام النادي الأهلي هيعاني، ولازم حضراتكم تكونوا عارفين كده. النادي الأهلي نادي كبير، فريق عظيم، فريق جبار. النادي الأهلي فريق كبير وفريق عظيم وفريق جبار، لازم حضراتكم تكونوا عارفين كده، ولازم كل الناس تبقى عارفة إن النادي الأهلي فريق مش سهل. النادي الأهلي فريق مش سهل. فالنادي الأهلي النهاردة بيلعب مباراة أنا من وجهة نظري متوسطة المستوى، مباراة النادي الأهلي النهاردة مباراة متوسطة المستوى، فلازم حضراتكم تكونوا عارفين كده. نيجي لوسام أبو علي اللي غايب على التهديف بقاله مباراتين، ولكن بيحاول. وسام أبو علي ضيع يعني ضربة راس وهدف مؤكد في الشوط الثاني، وسام ابو علي ضيع هدف مؤكد محدش يقدر يقول عليه اكتر من كده، ولكن وسام ابو علي بيعاني الحقيقه، وده طبعا بسبب ان مفيش تواصل او مفيش يعني الثلاثه اللي ورا وسام ابو علي الثلاثه بيلعبوا لعب فردي وليس لعب جماعي.
فهنا لازم يكون في تدخل من مارسيل كولر علشان وسام ابو علي يستعيد ذاكره التهديف مره اخرى، والنادي الاهلي داخل على مباراه يعني زي ما بيقولوا كده تكسير عظام، مباراه ملحميه. ما تنساش ان انت واخد لقب دوري ابطال افريقيا من نادي الزمالك، وده سوبر افريقي، عشان تاخده المره دي كمان من نادي الزمالك هتبقى صدمه لكل لعيبه نادي الزمالك طول الموسم. فالمباراه دي هتبقى مباراه تكسير عظام، نادي الزمالك لو كسب النادي الاهلي قسما بالله ليقعدوا يحفلوا على النادي الاهلي بص سنين قدام، واحنا نادي القرن واحنا 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 في ظل الاداء المتراجع اللي نادي الزمالك فيه ما ينفعش ما ينفعش بكل الاحوال النادي الاهلي يخسر اللقب، لان خساره لقب في بدايه الموسم يبقى الموسم الثاني على التوالي بتخسر سوبر افريقي في افتتاحيه الموسم. ديت انا من وجهه نظري هتبقى صدمه كبيره للنادي الاهلي. أكرم توفيق اللي أنا شايف أداؤه أيضا متراجع من بعد الجوازة التانية دي، وطبعا بنتمنى له كل السعادة. مش هو ده أكرم توفيق اللي ختم الموسم مع النادي الأهلي، ولكن احنا لسه في بداية الموسم، وطبعا اللعيبة كانت واخدة فترة أجازة كبيرة. مش هو ده أداء النادي الأهلي طبعا مع التحسن، مع استمرار المباريات، مع استمرار التدريبات هيبدأ اللعيبة كلها تستعيد فورمتها من جديد، ويبدأ النادي الأهلي يستعيد فورمته من جديد. مروان عطية اللي أنا شايف الحقيقة وبدون مجاملات أداؤه ثابت، مروان عطية أداؤه ثابت، وده طبعا يرجع لعدة أسباب، لأنه بيلعب السهل الممتنع، ما بيألفش في الكرة زي حسين الشحات، ما بيألفش زي إمام عاشور، ما بيألفش زي محمد هاني اللي أنا شايفه بسم الله ما شاء الله. يعني الحقيقة ما يستحقش قيادة الجبهة اليمنى للنادي الأهلي. أنا شايف أن عمر كمال عبد الواحد أفضل من محمد هاني بكتير. خلينا نتكلم بس على ما أقرأ مروان عطية. مروان عطية الحقيقة أثبت وجوده في منتخب مصر، حاجز مكانه الأساسي في منتخب مصر، حاجز مكان أساسي في النادي الأهلي. مروان عطية اللاعب الوحيد في النادي الأهلي اللي أداؤه ثابت، هو ورام ربيع. نيجي لمحمد هاني. الحقيقة محمد هاني يعني مش عارف، يعني هو بيحسسنا ان هو اعلى من كرة القدم، ومفيش حد اعلى من كرة القدم. محمد هاني يعني بيعمل تصرفات غريبة وبساط غريبة تخليك تجيلك يعني شجر وانت قاعد، حقيقة حاجات غريبة. ياسر ابراهيم اللي انا شايفه طبعا بعد الرجوع من الاصابة، ياسر ابراهيم الحقيقة يعني احنا مش حاسين بغياب محمد عبد المنعم خالص في وجود ياسر ابراهيم ورامع ربيعة، ولسه طبعا لما يوسف ايمن ياخد فرصة، ولسه لما اشرف داري ياخد فرصة هيبقى حاجة رهيبة. يحيى عطية الله اللي دي تاني مباراة ليه مع النادي الاهلي، وصاحبها اسيست رهيب جدا لرفعة لرامي ربيعة محرزا الهدف الاول للنادي الاهلي. لسه يحيى عطية الله ما استعادش فورمته، لسه ما تأقلمش على طريقة لعب فريق النادي الاهلي. طبعا اللعب في الوداد غير النادي الاهلي خالص، نادي الوداد بيلعب جيم هجومي بحت في كل المقاييس، يحيى عطية الله بيبقى واخد ادوار هجومية اكتر من الادوار الدفاعية. فبالنادي الاهلي لازم تكون فيه اتزان دفاعي واتزان هجومي، وده طبعا اللي مأخر يحيى عطية الله لسه ما ظهرش بالمستوى اللي معروف عنه. رامي ربيعة عريس اللقاء، اللي هو الحقيقة اللي كل ماتش بيجيب جون، يعني بيقول له وسام ابو علي ما تقلقش انت ما تسجلش انا هسجل. يعني رامي ربيعه الحقيقه اللي كان يعني في يوم من الايام بيتسو موسيماني بيقول له رامي ربيعه انا مش عايزك، موسيماني اللي ضحى بسفيان رحيم عشان يجيب موكيسوني. ما دي عقليه مدربين على فكره، عقليه مدربين. موسيماني ما كانش عايز رامي ربيعه، تخيلوا. النهارده رامي ربيعه اهم مدافع في مصر. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي التتويج ببطولة الدوري واستلام درع البطولة، ألف مبروك الصعود لبطولة المجموعات، ونستعد بقى لمباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك. قولي من وجهة نظرك مين هو رجل المباراة النهاردة في مباراة الأهلي وغرمه يا الكيني. بشكرك إنك استكملت معايا الحلقة للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.